مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اللقاء يتجدد في حلقة جديدة من برنامج بين السطور، حيث نقدم لكم عرضا يوميا لأهم التعليقات والتحليلات لكل قضايا الساعة في الصحافة المحلية والعربية والعالمية والتي حازت على اهتمام الصحف والمواقع الإلكترونية. ونبدأ بالصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. ركزت الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 5 آذار على ملفات تتعلق بمجريات ومآلات الحرب على غزة، والأعين تراقب مفاوضات القاهرة لعلها تصل إلى وقف إطلاق النار وانسيابية دخول المساعدات الإغاثية. ومن المعالجات التي تناولتها المقالات في الصحف المحلية وما وضعه الكاتب عصام قضماني في صحيفة الرأي تحت عنوان المخاوف على الضمان الاجتماعي، هل هي مبررة؟ والحديث عن هذه المخاوف كما يؤكد الكاتب ليس بالجديد. ومن فترة لأخرى لسبب أو لآخر تتجدد المخاوف على أموال الضمان الاجتماعي، وأكثر من ذلك يطلق بعض المحللين قلقهم على تلاشي الفائض المالي للضمان وتحول هذا الفائض إلى عجز. وآخر ما أثار على هذه المخاوف بل آخر ما أثار هذه المخاوف دراسة للبنك الدولي تحذر من ذلك. مثل هذه التحذيرات ليست جديدة بل أنها تكاد تكون دورية وهي ضرورية لاستباق الاختلالات وتصويبها، وهذا ما تفعله مؤسسة الضمان الاجتماعي بين فترة وأخرى عندما تطلق دراسة الاكتوارية لتحصين نفسها وإجراء التعديلات المطلوبة على إجراءاتها أو على قانونها. الحقائق التي يقدمها القضماني في سبب إطلاق هذه التحذيرات لم تمنعه من حقيقة أن مدخرات وأموال الضمان في تناقص وانحدار، ويقدم لها الأسباب على نحو مشابه بالقول: ليس سرا أن الفائض المالي للمؤسسة يتناقص تدريجيا بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبة إلى أعداد المشتركين، لكن ذلك يتم تعويضه من عوائد الاستثمار الناجحة لصندوق استثمار الضمان وموجوداته تناهز 15 مليار دينار، ما يعزز من المركز المالي، ما يعني أن تناقص الفائض المالي المتوقع تغطي مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى. ويتابع الكاتب في سرد بواعث القلق على مدخرات أموال الضمان الاجتماعي ويقول: إن مبعث القلق الثاني هو ارتفاع مديونية الحكومة لصالح صندوق استثمار الضمان، وهو استثمار في سندات ذات مردود مضمون ومناسب تتسابق البنوك مع الضمان على الاستثمار فيه لجدوى كأفضل استثمار في الوقت الراهن، سيما وأن الحكومة ملتزمة بالسداد في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير، وسيما أيضا بأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية ليست في محل شك. ويشير لأن قيمة محفظة الأسهم للشركات المساهمة العامة والخاصة بلغت حوالي 2,300,000,000 دينار، منها حوالي 2,100,000,000 دينار لاستثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي تمثل حوالي 12.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. حصة الصندوق من التوزيعات النقدية لعام 2023 بلغت 152 مليون دينار وهي الأعلى في تاريخ الصندوق. وبالانتقال إلى قراءة ما بين سطور المقالات لهذا اليوم، معنا عبر الاتصال الهاتفي الكاتب الصحفي عوني الداود. أهلا بك معنا. كيف تقرأ التخوفات التي حملتها دراسة البنك الدولي حول مدخرات صندوق الضمان الاجتماعي، وأيضا هل ذلك مبرر؟ يعني صندوق النقد الدولي او البنك دائما دراسات، انا بعتقد انه احيانا يعني التخوف زاد على اللزوم او تخوف ليس في مكانه. احنا دائما نقول بانه الضمان عندنا هو كاسم على مسمى، اموال الاردنيين في امان ومستثمراتنا في امان، وكل الارقام التي صدرت مؤخرا حتى عن صندوق استثمار اموال الضمان تؤكد ذلك. موجودات حتى وصلت 14
5.9 مليار، استثماراتنا في متعدده، في نمو في الاستثمارات سواء في سوق عمان المالي، سواء في المحفظه العقاريه، سواء في الاستثمارات حتى السياحيه التي كانت فتره ما متعثره في خلال جائحه كورونا، الان هناك في تحسن، هناك في مشاريع فندقيه نمت وزادت وتحسنت، حتى بعض الفنادق التي كانت سواء في عمان او حتى في البتراء. اعتقد بان وايضا الاستثمار الان دخل في مشاريع جديده اخرى بتعلق في القطاع الزراعي والى اخره. ابدا اموال الضمان في امان، وصندوق الاستثمار الارقام تؤكد ذلك بعيدا عن كل المؤشرات العالميه، ولكن هناك احيانا ربما يشار الى انه اصبحت فاتوره التقاعد كبيره، بمعنى من موازنه الدوله تؤدي الى زياده هذه النسبه. ربما هنا بعض المحاذير، ولكن ليست محاذير تقلقنا بمستقبل الضمان واموال الضمان واستثمارات الضمان. ابدا وضعنا امن كما تؤكد الارقام، ولا نتكلم هنا بعواطف، دراسات قد تتخوط زاد على اللزوم، قد تتخوط زاد على اللزوم، ولكن ليس في مكانها، لانه ارقامنا ومؤشراتنا الاقتصاديه تؤكد صحه ما نقول. كل الشكر لك الكاتب الصحفي عوني الداود. والى عالم الكاريكاتير في الصحف والمواقع الالكترونيه، اذ يبدي حمزه حجاج في صحيفه الغد قلقا من ازمه البحر الاحمر وما تعكسه من ارتدادات على اسعار السلع والخدمات. تلتفت المقالات في الصحف العربية إلى جملة من متعلقات الحرب على غزة، فما بين قراءة المشهد الإسرائيلي وزيارة بني غانس لواشنطن دون موافقة نتنياهو، فإن مفاوضات القاهرة ما تزال تراوح مكانها، وتبدو صحيفة الوطن العمانية تحلق إلى موسكو، حيث عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا هناك، وجاءت افتتاحية الصحيفة تحت عنوان الإجماع الفلسطيني أولى خطوات التحرير الوطني، وتقول فيها: يعد الاجتماع الذي جمع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث خرج الاجتماع ببيان ختامي يؤكد على المضي قدما في عقد جولات حوار للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتتابع الصحيفة في افتتاحيتها: وهي قاعدة يبنى عليها في المستقبل، وتفتح الباب أمام رأب الشقاق الفلسطيني، فالوحدة الفلسطينية هي الجامعة والمحققة للنصر المرتقب، وهي السبيل الوحيد لاستعادة كافة الحقوق الفلسطينية المسلوبة. ذلك أن التجارب التاريخية في فيتنام وغيرها حول العالم تؤكد أن الوحدة وإلغاء التحزبات كانت هي الرهان الرابح لجهود أي تحرر وطني، وكانت سببا رئيسا في طرد الغزاة والمحتلين واستعادة الأوطان. الافتتاحية عرضت في معرض حديثها البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي لم يخرج عن تقليدية الخطاب، أي البيان في الدعوة للوحدة والتمسك بالشرعية وغيرها من الأمور التي أشار لها البيان بالقول: إن الاجتماع الذي احتضنته موسكو والذي تمسك بمنظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي يشكل انطلاقة كبرى نحو تحقيق الاستقلال الوطني، حيث أعلنت الفصائل الفلسطينية على توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها، وعلى رأسها التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، والتأكد على الإجماع الفلسطيني على مقاومة ووقف وإفشال محاولات التهجير من أرض فلسطين خصوصا في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعد رسالة قوية للكيان الصهيوني وحلفائه.
تؤكد أن الفلسطينيين يدركون المخاطر الوجودية التي يتعرضون لها. وتختم الصحيفة بالقول: ولعل أهم ما يميز اجتماع موسكو هو حالة الحرص الكبير التي سادت من قبل الفصائل على تحقيق الوحدة الوطنية، وهو ما يؤكد شعور الفصائل الفلسطينية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مخاطر، والتي تجلت في التوافق على عدة أمور، أهمها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم صمود وبقاء الفلسطينيين على أراضيهم سواء في غزة أو الضفة الغربية، ومنع مؤامرة التهجير الصهيونية، بالإضافة إلى الحق الفلسطيني الأصيل في إنهاء الاحتلال بكامله ومنع إعادة احتلال قطاع غزة. ويبقى إنهاء الاتفاق على حكومة وحدة وطنية تعبر عن طموحات الفلسطينيين وتمنع مخططات الكيان الصهيوني أولوية ومطلبا وطنيا. رسم كاريكاتير في عربي 21 لعلاء اللقطة حول أم فلسطينية تودع طفليها الشهيدين. وتناقض المواقف الأمريكية حملها كاريكاتير لأسامة حجاج في القدس العربي تحت عنوان إدانة أمريكية. سلطت الصحف العالمية الضوء على العديد من الملفات والمتابعات، حيث تصدرت غزة والمساعدات والإنزالات وملف المفاوضات، وبدأت الدعوة لحاجة ملحة لوقف الكارثة في قطاع غزة، ومطالبة أمريكا بالعمل بجدية لإنهائها، وإلا سينظر إليها بأنها متواطئة في حدوثها. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أشارت في الافتتاحية لدعوة واشنطن للعمل بجدية لوقف الكارثة في غزة، وتقول الصحيفة إن قتل العشرات ممن كانوا يأملون الحصول على مواد غذائية يؤكد مدى بؤس الكارثة في غزة بعد حصار إسرائيل المستمر منذ 5 أشهر، موضحة أن مسؤولي الأمم المتحدة حذروا من المجاعة والمرض مع وصول الحد الأدنى من المساعدات إلى غزة. وأعادت فاينانشال تايمز إن قضاة محكمة العدل الدولية أمروا في كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات فورية لتسهيل تسليم المساعدات إلى غزة، لكن حدث العكس وانخفضت عمليات تسليم المساعدات إلى النصف تقريبا في شباط مقارنة بالشهر السابق له، مشيرة إلى انهيار النظام المدني في القطاع. وأعربت عن اعتقادها بأن أفضل الطرق لوقف الصراع وتخفيف الكارثة الإنسانية وتخفيف التوترات الإقليمية يكمن في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، مشددة على ضرورة كسر جمود المفاوضات. وتختم الصحيفة أنه يجب على بايدن وضع شروط على مبيعات الأسلحة الأمريكية إذا استمر نتنياهو في تجاهل نصيحته، كما يجب عليه دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة للتأكيد على الجدية في العمل من أجل حل الدولتين، وعليه إلغاء قرار وقف التمويل الأمريكي للأونروا. ونختم الحلقة من كاريكاتير حول ترامب يخلط أوباما مع بايدن. بايدن يخلط غزة مع أوكرانيا، أحد هؤلاء المتقاعدين المعرضين للزلات يكون أقوى شخص في العالم بعد الانتخابات الأمريكية عام 2024. دعونا نأمل ألا يخلط زر التحكم عن بعد في التلفزيون مع الزر النووي. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.